منصور خلاص خلاص يا منصور عطوا المحور يقول لك قبايش تبغى اقول ابو يا محمد كيف حالك يا محمد؟ الشباب يضحكون انا بسولف انا وياك فضراح انت عندك صلاحيات تقفل مطعم كوزي؟ استغفر ها؟ ليش تقفل مطعم كوزي اليوم؟ ما قفلت دخوليه كذا متفق بس دخوليه فقط؟ اي بس بصك الباب وفتحه ما عندي انا صلاحيات. طيب التيك توك منين جبته؟ قرب الدعم الله يعطيه العافيه والصحه. شكرا على القصيده اللي قلتها في يوم تاسيس. اشكرك يا عبد الله وخلك معي وترك فهد معيان ومنصور القرني وعبد الخالق البخاري. اي خل المخرج يثبت عليك. انا اليوم انا عندي انا فقدت الفقره اليوم. لا يضحكون الشباب الحين الحين يضحكون. شوف شوف محمد ابو زهره بالله عطهم. شوف محمد مساك الله بالخير. مرحبا ما شاء الله تضحك. والله يا محمد بصراحه الامانه احنا كنا نسولف اليوم قبل الحلقه عن الفقرات اللي جالس تقدمها. اشكرك يا منصور فقرات رائعه جدا وجروب دعمك شغال ما شاء الله تبارك الله الصحه والعافيه. اي والله وكل يوم بصراحه نتمنى القهوه ما لحق عليها. لا موجوده اذا المتسابقين تقهوه والله يجعل بالعافيه كنا تقهوينا. خلاص يا عيال الفقره رائعه يعني بصراحه اذا قلنا رئيس بلديه في برامج الواقع فهو يليق فيك اخوي محمد. الله يرحم والديك. شكرا يا منصور. وبالمناسبه يا محمد يعني ننتهز الفرصه انت والشيخ محمد كذلك انه انتم شفتوا مثلا ماهر التويماني قبل شوي حلف انه ما يرجع الجوال ويقول يعني كانه بدا يقول لي يصير يصير كانه في واحنا والله ما نتمنى هذا الشيء. انت رئيس بلديه ومحمد شيخ ربما منكم يسمع مشعل اكثر. مشعل 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 عيال. مشعل مشعل ومحمد عينين في راس الله يرفع قدرك. فيعني والله لو تبون تقولون ما نبي نتكلم على الهواء نتكلم تحت الهواء اقول ما يخالف لكن تصرفه ما اشوف انه كان صح. ولا ايش رايكم اخوي منصور؟ موضوع من جزئيتين. الجزئيه الاولى انه معه جوال. الجزئيه الثانيه في تسليمه للجوال. طيب اما اذا كان معه جوال فالبند رقم 8 عندكم باللائحة 1500 الخصم مو محددين المدة ولا محددين فيه شيء. 1500 فقط الخصم. حلو؟ طيب أما البند الثاني في حال في تسليمه للجوال ما في عندنا أي توضيح له والمنطقية المفروض أنه يسلم الجوال ماهر وبنتفاهم يا إن شاء الله بيسلم الجوال بس إذا كانت طيب. على الخصم خلاص دام أنت يا محمد تقول بيسلم الجوال فأنا والله أنا ودي يا محمد الجوال. حكم شخصيتك القيادية كذلك مشعل انكم تتولون الموضوع بصراحه أنا عندي ولا يصل الى مواصيل. يعني شفت الان الاداره احنا والله ما ندري عن القرار منع من البث. لا يعني اتخاذ القرار موجود في اللائحه خصم 1500 عاد بعدين نتفاهم وياه. هو طلع القرار هو طيب. جالس بالغرفه. انا عندي انا عندي ملاحظه محمد العيرم ختاميه تسمح لي ولا ما عندي؟ تفضل. انا مشكلتي ما هي مع الخصم. المساله الحين تجاوزت خصم الجوال. المساله تجاوزت انه طالع في الكونفشن روم قدح علينا قدح على الاداره قدح على العالم كلهم. قال والله ما سلم ابو معيان القرار صدر وهو جالس بالغرفه قرار اكيد بيقدح حرمان من البث وهو حاط بباله بعقله الباطن انه راح ينخصم عليه 1500. لا 1500 في حال الاستخدام لكن لا. اوكي احنا هو قال اسبوعين هو استخدام دقيقه هو قال اسبوعين هو قال اسبوعين احسب 14 يوم من 1500 اذا على كذا هو انا عندي القرار هنا ادخال المده مو حاطينها. ايش رايك يا مشعل؟ سم ايش رايك يا مشعل؟ الامور طيبه ان شاء الله. لا لا ما هي طيبه. لا ان شاء الله انها طيبه يا فهد. طيب وما لكم الا طيبه الخاطر وبنكلم ماهر ان شاء الله. انا بالنسبه لي ما عندي والله مش خليه يقول خليه يقول. ايوه مشعل سم ونطلب ماهر. اسلم ان كان الجوال الماهر بيطلع ان شاء الله. واذا ما هو الماهر لا ان شاء الله هو متعدي ماهر خلاص. ايوه شفت بيض الله وجهه. انا اقول انا اقول بيض الله وجهه. لا 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 يوم يقول قبل شوي فيها اربعه مدري خمسه متشاركين في الجوال. هل هو صحيح؟ مو هو بصحيح. انا اقول يا محمد ويا مشعل بيض الله وجهكم هذا دل على شيء دل انكم فعلا شخصيات فعلا تليق بالمناصب اللي انتم تقلدتوها والله. لا دقيقه مشعل عيافي كيف مو بصحيح؟ يعني الجوال حق ماهر؟ شلون؟ الجوال الماهر كله؟ والله احنا ما ندري لكن مساله اربعه ولا خمسه ما اتوقع دي. طيب كيف تقول لا ما هو صحيح؟ اقول مو صحيح ان في خمسه ما اتوقع ان في احد بيعلم ايش دراك مين كان مين كان يتوقع ماهر مع ما في الواحد ما يضمن نفسه في برامج الواقع ما هو معلم احد. ها يعني بيسلموا الخوي ما هو بمعلم احد يعني ما هم سلموا الخوي الجوال مو معلم رفيقه. ايوه يعني ذولاك بيطلعون في خويهم يجي خصم وممكن يجي ضرر طيب. وساكتي والله طيب. ان كان الجوال واحد منهم طيب. ولا تكلم فعاد هذا لا حول ولا قوه. طيب لكن ولا عليك امر
بجيك مشعل. شكرا على البشتة مشعل. أول شيء حمد زينب سام الله يصبحك بالخير. يا مرحبا، صباح النور والسرور. شوف محمد في رتم تصاعدي، اسمك داخل القرية، فعاليه داخل القرية، أدائك داخل القرية قاعد يعني نشوفه بشكل مكثف صراحة. الحمد لله. يعني محمد الدعيري بنشوفه يوميا ونشوفه على شيء يعني يستاهل يعني بصراحة. الحمد لله. محمد الدعيري أنا متأكد إن عندك أكثر. إن شاء الله. ولما ترى يعني مو من باب التحفيز أو شيء، هذه الحقيقة يعني محمد الدعيري عنده، بس تحتاج شوية جرأة أكثر، وأنا متأكد إنك راح يعني تنافس أسماء كثيرة جدا. الله يوفقك. اليوم تفاعلك في كرياسة بلدية جدا ممتاز، أمتعتنا. القادم بإذن الله أفضل وأفضل. مشعل العيافي سم، أنت كنت في المطبخ اليوم صح؟ إيه نعم. والشباب بما أنك شيخ يستشيرونك صح؟ يستشيروني؟ يستشيرونك في ماهر. في ماهر إيه. أنا أقول والله نخلي مشعل هو الله الله في نفسه الحين، شوف طيب. حل نفسه طيب يقول بعدين يفكرون في بعدين يفكر في قضية ماهر على خير. الحين قضية لا جد مشعل ما عليك، صادق انت فكر مشعل يلا عمره، بس اسمعني أنت الحين يقول سلام. لحظة اسمعني خلني بتم بالبيتين بجيك بهبصري. ماهر يقول سلام. مشعل بجيك. يا وجه الشرف والأمانة بجيك يا مشعل. اسمعني بجيك، هني بتمها وعقبها بجيك يا مشعل. بجيك يا مشعل بجيك. وانت هات الحلقة وانت بتجي ويجيك. خسمع الكلام الرجال وخلاه يسمع يا أخي. يعني أقطع محوري عشان أسمع قصيدك. ما أقول لي في خاطري، حنا اليوم أنا قلت بجيك يا مشعل، بعطيك فرصة بس ما تقطع معلومة مهمة جدا يا أخي، لازم أكملها. سم بعطيك فرصتك يا أخي. طيب إذا قلت بجيك أعرف إن بجيك والله العظيم لو أطلع بعد الفاصل. تفضل مشعل. اليوم كان فقرة المطبخ، وانت يعني ما ادري استغليت الوضع انك انت ماخذ الشيخة وعندك يعني رصيد عالي جدا، وخلاص عادي طز في الفقرة لهذه المطبخ وما اعطيها بال، ولا اعطي المقدم بال، ولا اعطي الشيف بال، ولا اعطي الجمهور اللي تابعني بال، وضحي بتقريبا ممكن تاخذ 600 لو استخدمت البلاك بوكس، او تاخذ 300 طيب. كأقل شيء في المطبخ. لا هذه ولا هذيك، ودخلت سجن و500 خصم. طيب صراحة جد والله أنا كمشاهد ومتابع وأحب مشعل يافي، إيش بتكون ردة فعلي؟ أول شيء عمر كان في محلي اليوم. أيوه ليش كان في محلك؟ طالع المطبخ أنا تعبان اليوم، أمس بعد البروفات اللي نسويها في البرد حطيت راسي وأنا ماني بطيب، وقمت ماني بطيب، وكلمت عمر قلت عمر أنا ماني بصوب المطبخ تطلع محلي؟ قال لي بطلع محلي. طلع قالوا له الإدارة لا ما نستقبل أحد، رغم أنهم قبل كم يوم فيه متسابقين بدلوا قبلوا، لكن عندي أنا لا ما قبلوا. منهم بدلوا؟ ما أدري يرجعون، هم يدرون يعني في متسابقين بدلوا؟ إيه بدلوا. منهم قولهم؟ ما أدري، صالح المكسر بس بدل مع من ما أدري والله. صالح مكسر بدل مع واحد من هو ما أدري. أيوة طيب أوكي. وأنا يوم طلع عمر صالح بدل مع يطلع المكاني محمد دليل لما راح المستشفى. أيوة أسلم شلون؟ تفضل. صالح مصدوق. واليوم يوم طلع عمر بمكاني قالوا لا ما حد يبدل مكان احد وخصم 500. ليه؟ تستاهل. وش معنى قبل كم يوم تبدلون اليوم لا؟ لا لانك موجود انت. الكلام مع بخات يا فهد. لا 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 كلام للجميع. البخات مشعل لانك موجود. صالح المكسر كان بدال محمد بري على ما اتوقع صح؟ ايوه انا ما ادري كان في المستشفى. جاء صالح محله، انت موجود وراقد وعيت ما تصحى، واليوم رساله المعد. طيب بالله يعني انا ما بقرا، اقراها انت. طيب اسمع لي مشعل، بقرا رساله المعد اللي كان معكم اليوم. بعد اذنك دقيقه. اصبر. كان له تعليق، وبجيك يا مشعل. على عجالة عشان أعطي مشعل فرصته. أخي ما لقيتها. المعد كان يقول في محور في شوفها في كلام اليوم. أيوة طيب. كلام اليوم تذكره إيش طلع؟ أصبر. طيب أيوة كان يقول إيش؟ أنا معك. يوم كان يقول شباب الله يعافيكم. لا. يا أخي أرسلها. زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد، حكايات لا تنتهي.